أثارت الممثلة الهندية ديبيكا بابكون إعجاب حضور مهرجان كان السينمائي بإطلالتها المستوحاة من الثقافة الهندية العريقة. ووفقا لموقع بينك فيلا، ارتدت ديبيكا بابكون ساري هندي براق من إطلالتها الثانية في حفل افتتاح المهرجان. ويمثل حضور ديبيكا بابكون هذا العام مناسبة خاصة لأنها تشارك كعضو في لجنة التحكيم. وقد ارتدت ديبيكا ساري هندي تقليدي ميناء اللونين الأسود والذهبي من تصميم الهندي صبيا ساشي مخرجي. وحافظت ديبيكا على إطلالتها الأنيقة حيث ربطت شعرها بأكسسوار ذهبي وأقراص ذهبية ضخمة أيضا، ووضعت مكياج بارز ودلال عيون سوداء عميقة. وقد حظيت إطلالة بابكون بإعجاب الجمهور عبر شبكة الإنترنت وتحديدا موقع تويتر. أعرب العديد من المعجبين عن مدى فخرهم بالممثلة ديبيكا بابكون لتمثيلها الهند في مهرجان كان السينمائي 75. وذكر الموقع أن الإطلالة مستوحاة من نمر البنغال المهيب، حيث تم طباعة الخطوط وتطريزها يدويا من قبل أرقى الحرفيين الهنود في ورشة صبيا ساشي. تعرضت ديبيكا للكثير من التعليقات بسبب مكياجها المثير للجدل. هذا وعلى مدار السنوات القليلة الماضية منحتنا ديبيكا إطلالات لا تنسى في مدينة كان، ولا تزال محبوبة من قبل صانعي الموضة. ففي 17 من مايو 2022 قدمت صفحة رسمية لمهرجان كان السينمائي لجنة التحكيم، وبدت ديبيكا متألقة كما كانت دائماً.